ديالها، ورغم ذلك دائما كتكلموا على ازمه. واش لي سبونسور القيمه ديالهم قليله ولا شنو بالضبط؟ انت جاوبتي راسك، بعدا ما نزيدوا عزيز. وبهذه الندوه اللي غيقدموا اللاعبين تليفونات اللاعبين، حتى كنعرفوا حتى في العالم اي شركه ديال تليفونات ملي كتحتضن شي فريق فهي كتعطي تليفونات اللاعبين. كنشوفوا ديال الطوموبيلات في اسبانيا مره، دابا حنا ممكن ممكن شي حاجه فيها التاء في الاخر، طوموبيلات تليفونات. هذا بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. عصام الراقي فهو حضر اليوم وكان حاضر في لونترينمون ديال الرجاء وشاف الزملاء ديالو وشجعهم وهنئهم على التاهل ديالهم الدور المقبل. دخل سال هذاك الشيء مع التوصيه من بعد، فدخل هو بشكل عادي. عصام الراقي كيف كان كابيتان ديال الرجاء وعنده فضل على مجموعه من الانجازات مع فريق الرجاء الرياضي. الابرز حيت كنعرف الطريقه باش مشى بها، راه باقى الامور هذا ابرز ما كاين تقنيا. فالرجاء غيترينيو بشكل عادي غدا في الصباح في الوازيس، الخميس كذلك، ومورا الحصه ديال الخميس فغيمشيو غيتمشيو الجمعه، يمشيو الجمعه الصباح غيترينيو الجمعه ويمشيو للخنيفره، يباتوا في خنيفره، والسبت يلعبوا المقابله ضد السياكا. الرجاء طاقم اداري ديالو اللاعبين وكاريدو ملي كنا في موريتانيا فتيقولوا على انهم باغيين يديو البطوله، والغريب